السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في عندنا example في الأدزوربشن. في عندنا air ملوث بالفايبر الكحول، طبعاً محتوى فيه. في عندي بروبرتي للair هذا، وعندي specification للأدزوربر اللي حيسوي يصير عليها الأدزوربشن. طبعاً قال لي هنا بروبرتي حقتي إنه السي نوت الكونسنتريشن الداخل حقي هو 600 ppm، والدنسيتي حقته اعطاني اياها اللي هي 0.00115 gram cubic centimeter. طيب اعطاني كمان ان الفلو الداخل، اعطيني ال الفلويد كيو حقنا اللي هو 0.54 cc لكل سكن. طبعا هذا الفلوريت حقي اللي داخل. هذه البروبرتي حقت الاير اللي داخل. طبعا انا عندي سبيسيفيكيشن حددها، هو قال لي انه طول الكولوم هذا كم 14 سنتي، وال الدايمتر حقي 4 سنتي. طبعا يبغى ايش؟ يبغى يستخدم عندني عندي البروبرتي هذه في الطلبات اللي يبغاها. طبعا يبغى هنا ديترماين بريك تايم، يبغى البريك تايم، بريك تايم والفراكشن الكاباسيتي، وطول unused bed اللي ما يحتاجها، وال saturation loading على الكربون. هذه الأشياء متطلبات، أغلبها مباشرة، بس خلينا نأخذ أول شيء أول نقطة استخدمها. طبعا إحنا عارفين هنا إنه هذا adsorber، وهنا هواء اللي هو air يتحمل الكحول يدخل للأدزوربر ويطلع من الجهة الثانية. طبعا الكونسنتريشن 600 هذه هنا تطلع لي 0 ppm. فين تروح 600؟ تروح هنا فيش داخل البد اللي عندي هنا، داخل البد اللي عندي هنا تتفاعل معاه، يسوي لها ادزورب مع الكربون اللي هنا، في ادزورب يصير بين الاير محمل بالكحول، الكحول يسوي له ادزورب مع الكربون، يطلع لي الاير كلير هنا. مع مضي الوقت هذه البارتيكل هذه تتاثر، تصير ما تقدر ايش تسوي ادزورب لانها تشبعت. طبعا هذا كربون مع الكحول كان لها هنا ريدنج معين، في ريشو بين الكربون الخارج الاير الخارج الكونسنتريشن البي بي ام والداخل. طبعا انا هنا عندي 600، لو كان عندي 5 ppm من هذه خرجت من الكولوم حيصير ايش؟ انه هذا السي وهذا السي نوت، نقول 5 × 600 طيب القيمة، القيمة هذه هي يعتبر ايش؟ سي على سي نوت اللي هي مباشرة هنا اعطيك اياها. فنقرأ جدول اللي هنا ونعرف هذه طبعا اكسبيرمنتال مسوينا ولها قيم. يقول لي انا عندما تكون 0.002 السي على السي نوت اللي هو الداخل، يعني كان يقول لك 0.2% طالع معايا من الكونسنتريشن بي بي ام من 600 عند 3 ساعات ونص. طيب بعدين قال لي عند 0.303 ايش يصير؟ عند 4 ساعات. هنا خلينا نحسبها من جديد،
شوف يقول البوينت 0.002 في 600. شوف طلع البي بي ام 1.2 عندما جاني 1.2 صار ايش بعد 3 ساعات ونص. رجع مرة ثانية خلينا نحسب ايش البوينت 0.03 في 600 يساوي 18. هاي 18 يعني ستريشن هنا 18 هنا 1.2 هنا 18 بي بي ام. شوف ال 0.25 في 600 شوف زاد هنا صار الكونسنتريشن يزيد معايا اللي هو السي اللي خارج كان 1.2 طلع لأن بعد 4 ساعات صار 18 بعد 4 ساعات ونص صار 93 بي بي ام. هذا يدل ايش انه كفاءة الكربون اللي هنا قلت. هذا الكلام طبعا اللي نطبقه هنا تعامل مع الجدول هذا بس انا ابغى التايم حقي الافيشنسي للكولوم اللي هذا نجيبها طريقة عن طريق الكيرف يتعامل مع الجداول هذا هنا. تعال معي الجدول هذا عبارة عن الريشو حق الكونسنتريشن الخارج على الريشو الداخل يعني الماكسيم حقي 600 هذا معطيني 99.3 هي تقريبا 100% يعني خلاص الافيشنسي ضئيل جدا للكربون داخل الزوربون. خلينا نبدأ هذا نحوله إلى بيان هذا إلى رسمه وهي عبارة عن خذ الرسم هنا بين اللي هو concentration اللي خارج concentration اللي داخل ريشو بينهم. طبعا هذا من 0 إلى 1 طبعا هنا مفصلة على حسب البيانات اللي عندي هنا ورسم لي التايم حقي هنا طبعا التايم بالساعات فبدأ عند النقطة 0 اللي هو عند الدقيقة عند الساعة 3 ساعات ونص بدأ يبدأ عند الكيرف يطلع بدأ الكيرف حقي يطلع من هنا هذا الكيرف يطلع كذا جاء هنا قل لي في السؤال عندك البريك بوينت هذه عند السي على سي نوت اللي هي بريك بوينت تايب بريك بوينت تساوي بوينت 0.1 بوينت 0.1 هذا يعتبر 1% من الريشو يعني 1% من الكونسنتريشن الداخل ابدأ اسوي هذا حيأثر لي لا يتجاوز هذا. نبدأ ناخذ البريك بوينت اللي جاتني هنا عندي طبعا هذه لما يتسم على الخط حينزل تحت اسوي خط ثاني هنا طلعت لي كم طلعت لي القيمة حقتي 3.65 طبعا ما طلع هو من الكيرف القيمة هذا بس حدد ان هنا هذه القيمة هي اللي محتاجها هو فين حددها لما قال لي 0.01 طلعت ال 0.01 بين ال 0.002 وبين البوينت 0.03 هي هنا لما سوى انتربلوشن عند هذه القيمة قالت لي 3.65 بعد هنا قال لك هذا الاكشوال اللي في البيت اللي ناخذ عليه وبدا النقطة هذه وصل خط عمودي عليها طبعا الخط العمودي هذا جاء
قسم لي الاريا، اريا ثنتين اللي عندي هنا، اول واحده اللي هي هذه اريا 1، والاريا الثانيه اللي هي هنا. هذا هو اليوسفل تايم مستخدم للبت، وهذه انيوسفل. طبعا التوتال حقهم هو يسمونه توتال تايم. كيف احسب هذه انا؟ طبعا هذه موجوده هنا واحد في 3.6، كانك تحسب مساحه، كانك تحسب مساحه. طبعا المساحه حقتي هارينا التايم الاول يعتبر 3.65. طيب التايم الثاني وقع بين ايش؟ تحت كيرف. فعندك حالتين، يا يعني انك تقسم هذا مربعات، مربعات من هنا، مربعات من هنا، وتحسب عاد اللي تحت الكيرف اللي اكبر من الكيرف، وتجمع المربعات اللي هنا. طبعا او في طريقة ثانية اشوفها يعني ابسط، انك تسوي مثلث، مثلث يجي من هنا النقطة هذه للنقطة هذه، ترسم خط تعامد عليه من الركب من هنا. طبعا مساحة المثلث ايش هي؟ عارفين ان مساحة المثلث عبارة عن نصف القاعدة في الارتفاع. طبعا انت تحسبها بالمسطرة، كم طول هذه وكم طول هذه اللي هنا، يطلع لي قاعدة. طبعا عندي في منطقة هنا مجوفة، اقدر اقول ايش انقص منها كمان هذه الحرية، تقدر تجمعها اكثر من اريا، او عندي اريا ثانيه. طبعا بالمسطره احولها مربعات ومستطيلات، بس طبعا في الرسم الحقيقي حتكون الكيرف مو زي كذا، يكون اقل يعني، ممكن الكيرف يكون زي كذا. ممكن الكيرف يكون اقل من كذا، يعني الكيرف زي هذه المساحه تنقصها بمربع زي هذا، طلع اياها بسرعة. فانت هذه الاريا 1 وهذه الاريا 2. التوتال تايم يعطيني اللي هو اريا 1 زائد اريا 2. طبعا الاريا 1 جبناها والاريا 2 جبناها، هذا اعطاني ايش؟ هذا طبعا تقريبيا نجيبها. المسألة كانت عندي طالعة كم، طبعا في انتجريشن بس ما دخل فيه لأنه انفينيتي، في انفينيتي، فحسب الثنتين طلع لي 5.16 هذا التوتال. تبغى التوتال الأول، يبغى التوتال حق اليوسفل اللي هو مستهلك مستخدم، يعطيني هذه فترة. طيب يبغى الاتش، الاتش هو الهايت حق كم استخدم، عشان بيستخدم الهايت حق المستهلك لهذا، بدل ما اكمل الاخير هنا اعطيني المستهلك هذا. فقال لي 3.65 على 5 ونس، الريشيو حق بين الوقت اليوزفل على الوقت حق التوتال تايم، يعطيني 0.7 أو 7. وعندي انا عارف انه هذا الطول 14 في القيمة هذه تطلع لي 9.9، هذا طول اللي يعتبر الهايت اللي استخدمه انا هنا لليوزفل. طب انا في عندي قبل ابغى ايش الباقي، يا اما انك تقول 1 ناقص 0.707، او انك تقول في طبعا في 9.9.
أو إنك تقول الحاجة الثانية اللي هي إيش؟ 14 ناقص 9.9 يساوي 4.1 مباشرة. أنت الآن جبت إيش؟ اليزفول والانيزفول. طبعاً قال لي هنا في حاجة استخدمها الآن، قال لي طبعاً لو عندي الوقت 6 ساعات، لو عندي الوقت 6 ساعات كم يكون الطول حقي؟ طبعاً أنت لو اخترت 6 ساعات هتقول 6 × 3.65 × 9.9 اللي هو التايم حقي، فيطلع لي 16.3. يبغى التوتال حقهم كلهم، قول 16.3 + 4.1 يعطيني 20.3. هذا تقريبا الفكرة. أما باقي معطيات المسألة فهي مباشرة تقدر تحلها، بس في فكرة واحدة اللي هي كانت في الساتوريشن اللي هي قال لي 600 ppm، 600 جرام في الاير حيكون ايش؟ على مليون 6 أصفار. لما نقسمها كم جات؟ انه كانت 600 جرام اوف الكحول على مليون جرام اوف اير، لان هي داخل الاير ومع الاير ماشي. هذا بس الفكرة والتركات اللي كانت في المسألة. شكرا.